أصحاب السيادة والفضيلة، الآباء المحترمون، الأخوات الراهبات، السادة مسؤولو الإعلام، السادة ممثلو الأحزاب والفئات الوطنية، الإخوة رؤساء الجمعيات والمؤسسات الخيرية، السادة الحضور، شرب البعيني الذي يحمل في جذوره تراب بلدته وفي قلبه لبنان الذي أحب وقدس وبين يديه إنتاجا فكريا غزيرا تتأصل فيه اليقظة الوجدانية وتأخذ طابع الالتزام منا بالتراث الثقافي والترابط والاتصال التاريخي لظاهرة الأدب الذي نعيشه في اقترابنا. حصيلة 25 عاما بدأها بمراهقة وتوجها بمناجاة علي وأزل العنفوان عليها بقرف، وها أنا أيها الشاعر الكبير أقف أمامك في وبيلك الفضي لأنقل إليك تحيات أبناء بلدتي بنت جبيل التي كان لها القسط الوافر من ديوانك الأخير، حاملا إليك كبشة من تراب باحة جامعها مفعمة ببخور كنيسة مجدلايا، أحمل إليك قطرات من عرق فلاح مجبول بمرارة شتول التبغ منبعثة منها رائحة الزعتر مزينة بالزعفران الأصفر متوجة بالإقحوان الأحمر من حقول بلدتي. أحمل إليك رسالة شكر من قبر الشاعر الوجداني الكبير موسى الزين شرارة. أحمل إليك قطرات من دم شرايين الأخضر العربي التي تفجرت في وجه العدو الصهيوني دفاعا عن القضية الفلسطينية. أحمل إليك قطعا من قميص طائر النورس الشهيد واصف شرارة التي اغتالته يد العمالة في الجيش اللبناني. أحمل إليك صورة القبور من بنت جبيل التي تضم روحها مئات الشهداء. أحمل إليك لائحة الأسرى من بلدتي في سجون الخيام. أحمل إليك ترنيمات الحسون وأصداح البلابل مع نسمات الشعر والأدب لتدلل على صحة أقوالك وسلامة إحساسك عن بلدتي التي تعض على جراحها تحت نير الاحتلال. أجل أيها الحضور الكريم، أحمل كل هذا وهل يكون عرفانا بسيطا للجميل الذي خططه أصابع الشاعر شرب البعيني في سبك كلمات قرف التي اعتاد أطفال ونساء وشباب وشيوخ بنت جبيل أن يسموها درر. أقدم إليك هذا في يوم تكريمك أيها الأسطول الكبير كبرى السنديانات في جوار بلدتي التي أكرمتها من نفحك الأدبي وصولجان فكرك العملاق وروح وطنيتك الصادقة. أيها الشاعر الفذ، ماذا أقول عنك؟ هل يكفي أن أقدمك في كلام عادي مثل البشر أم أرتقي إلى منزلة المعصومين كي أفيك حقك؟ فأنت الذي يشهد لك القاسي والداني بأنك شاعر جريء وصديق مخلص وقلب محب. أيها الينبوع المتفجر بالعطاء الإنساني المتميز بالبذل والكرم والشماء، يا من تمتلك الحق في الرؤية الفنية، ويا من نظرت نفسك لخير البشرية. لذلك أنهي كلماتي فيك أيها الشاعر الساطع سطوع النجوم في الليالي الدامسة بأنك ستبقى الصوت المدوي ليس في أستراليا فحسب بل في أرجاء المعمورة كلها. ونتمنى من الله عز وجل أن يطيل في عمر شاعرنا حتى يكمل مشواره في دفاتر الأدباء وفي قلوب الأصحاب والأحباب، وليصبح هذا الوبيل الفضي ذهبيا وأبعد من العقيق. والسلام عليكم.